ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هناخد حرف جديد من حروف اللغة العربية، وهو حرف الذال. حرف الذال يا اصحابي من الحروف اللي بتقاسم اصحابها، يعني عنده شكل واحد بس، شكله في اول الكلمة هو شكله في وسط الكلمة، ونفس شكله في اخر الكلمة. حرف الذال وانا بنطقه لازم اطلع حتة صغيرة من لساني، ذال ذال. حرف الذال عليه فتحة صوته ذا ذا، عليه ضم صوته ذو ذو، عليه كسرة صوته ذي ذي، عليه سكون صوته ذ ذ. حرف الذال لو مسك في ايديه المد بالالف بيبقى صوته ذا ذا. حرف الذال لو مسك في ايديه المد بالواو هيبقى صوته ذو ذو، ولو مسك في ايديه المد بالياء بيبقى صوته ذي ذي. ودلوقتي يا اصحابي يلا بينا نفكر مع بعض في اصحاب حرف الذال. برافو. ذا ذيل، ذا ذيل. ذو ذرة، ذو ذرة. ذي ذراع، ذي ذراع. ذو ذبابة، ذو ذبابة. ذي ذئب، ذي ذئب. ذا ذهب، ذا ذهب. وكده يا اصحابي نكون خلصنا مع بعض حرف الذال. باي باي يا اصحابي، اشوفكم في فيديو جديد.